تقريبا يطلع الاستاذ قاسم عطر يقولوا لك يقول ماكو هيك حد شيء خبر الاستخبارات يا الله يخليكم تراكو هيك حد شيء منين تجيبوا الحد شيء استاذ احنا البرلمان جبنا واحنا الحكومه جبنا تسوون خلي ولدنا وتنطونا الميت ندفنه والعقل قريب ابشري عندهم وادب هاي فوتي هنا خلاص هذول ولدنا صلح شيء بس لو تسمح لنا يوم واحد تفضل تفضل احنا ولدنا اللي ما تحكي انت من العسكريين يعني من نزلهم عقيد ايوب او علي الفريدي او نزلهم خالد بن يعقوب عسكريين هم شان هم من نزلوا احنا ولدنا نزلوا مدنيين على اساس يتقون عشوائيين الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم تفضل 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 احنا ولدنا مدنيين نزلوا مدنيين بسيارات قابلنا نزلهم على الفايتي او ما اخوان انت تريدون حل بس خل نسمع حتى نتفق وياكم بس اقول لك شو ما